من النهارده بقى ارمي ورا ظهرك خالص ولا تقدر تيجي جنبك تاني السفله دي. تمام كده يا سمور؟ تمام وتمام وتمام الحمد لله. ربنا يخليكي ليا يا احلى واجدع اخت في الدنيا دي كلها. ويخليكي ليا يا حبيبتي، وانا ضحكتك دي عندي بالدنيا كلها. فوقي بقى كده وروق، انسي بقى مجاهد على رويده على العك ده كله، ابتدي بقى حياه جديده من اول وجديد على نضيف. بصراحه يا سيدي انا فكرت في الموضوع ده طول النهار، وقلت لازم اخرج من المود اللي انا فيه ده وابدا حياه جديده، عشان كده اخدت قرار. قرار ايه يا حبيبتي؟ قولي. انا هقلع الحجاب. والله يا سموره ده قرار شخصي محدش يقدر يتدخل فيه، وانا ما احبش اشيل ذنب حاجه كده بصراحه، بس يعني لو انت فكرتي كويس وقررتي كده فعلا، لو محتاجه مني مساعده في اي حاجه يعني اوديكي عند كوافير يعمل لك النيو لوك اللي انت عايزاه او كده ماشي، بس انت تاكدي من قرارك الاول. انا متاكده جدا، انت عارفه كويس قوي يا وسيره ان هو ما كانش قراري انا، وان مجاهد اصر ان انا البس الحجاب، عشان كده حابه لما ان شاء الله يجي لي وقت والبسه يكون قراري انا الشخصي، ما حدش اجبرني عليه. خلاص ماشي يا حبيبتي، هاخد لك منه ميعاد النهارده. تمام ايه ده يا دكتور؟ الو. ايوه يا دكتور. بجد؟ ميرسي يا دكتور، ربنا يخليك. مش عارفه اقول لك ايه، ده احلى خبر سمعته في حياتي. طبعا حاضر حاضر هاجي طبعا. حاضر يا دكتور، ميرسي يا دكتور تاني. باي. حامل يا وسيله؟ حامل. حامل يا سمره يا ماما. مبروك مبروك يا حبيبتي. صدقني على الخبر الحلو اللي على وشك ده هكتب لك مليون جنيه. مليون جنيه ايه ده؟ كتير قوي عليا، انا فرحتي من فرحتك. مالكيش دعوه انت، انا حاسه ان انا عايزه اعمل كده يا شيخ. ايه يا جماعه في ايه؟ ما تطمنونا وفرحونا معاكم. هنبقى ماما وبابا يا ادهم. انا حامل. الله 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 يا سيدي يا الله الله يا سيدي يا الله. براحة 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 براحة، انت خليكي كده، انت لازم تقعدي تستريحي خالص، انت لازم تدلعي، انت لازم تشيلي فوق دماغك. طيب طيب انا هخرج واسيبكوا دلوقتي. ماشي 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 يا وش السعد يا وش انا يا سمورة. انا موضوع المليون جنيه اللي انت كنت اتكلمتي فيه ده مع سمر، عشان هي كانت وش الخير علينا ووش وش السعد، ده مش كتير؟